أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: أنا أشتري لأحد المطاعم خضار، أحاسب صاحب الخضار بما في الفاتورة، ويقوم البائع ويعطيني مبلغ بسيط، يقول هذه عمولة لك، هل يجوز لي أن أخذ هذه العمولة؟ نعم. يقول بأنه يشتري لأحد المطاعم خضار، يحاسب صاحب الخضار بما في الفاتورة، ويقوم البائع ويعطيني يقول مبلغ بسيط، يقول هذه عمولة لك، هل يجوز أخذ مثل هذه العمولة؟ هذه رشوة، ما تسمى عمولة، تسمى رشوة. يريد منك أنك ترجع له وتشتري منه ثانية للمطعم، ولا تذهب إلى غيره، هذه رشوة، احذرها. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشية والمرتشي، الذي يدفع الرشوة ملعون، والذي يأخذها ملعون، لأنها كبيرة من كبائر الذنوب، وهي السحت، وهي الكسب الحرام. نعم.